صباح الخير عليكم من فقرة لايف ستايل، ومعانا النهارده تمرينة منزلية. الناس اللي مش بتقدر تروح الجيم تقدر تتمرنها بسيطة. هقدم كام حركة نقدر نتمرنهم بكل سهولة في البيت. شغل فول بادي، الجسم كامل. تابع معايا الفقرة. هنبدأ طبعا بالورم اب، تسخين خفيف خالص. ببدأ حركة خفيفة عشان ارفع درجة حرارة الجسم، وبعدين ابدأ ادخل في التمارين بعد كده. تابع معايا التمرين. طبعا بعمل تسخين لمده بالظبط 10 دقائق. حاسس ان انا خلاص بدأت نبض القلب بتاعي يعلى، درجه حراره الجسم بدأت تعلى. في الوقت ده ببدأ التمارين بتاعتي. اول تمرين معايا وهيكون عباره عن ستيب. طبعا ستيب بسيط ممكن نأديه على نفس الشيء لو موجود، مش موجود في اي حاجه في البيت تشبه الستيب نبدأ نشتغل عليها. يلا بينا. 1 2 في بوش اب. يلا 1 2 في بوش اب. بالظبط هحسب لنفسي 15 بوش اب. طبعا الستيب الحاجتين الاولانيين شغالين على الرجل الجزء السفلي، ومعايا البوش اب بيشتغل على عضلات الجزء العلوي زي الصدر شولدرز الدراع كده. التمرين التاني معايا وهيكون لانجز سكوات، وهنعد السكوات. بس هيكون معايا سكوات 15 تكرار. يلا بينا نشوف شكل التمرين. 1 2 3 4 5 وهكذا. طبعا ده شغال معايا على الجزء السفلي. التمرين التالت معايا وهيكون بوش اب شولدر بريس وان هاند. هنعد بس البوش اب 20 تكرار. تابع معايا شكل التمرين. 4 حركة معايا وهتكون لعضلات البطن، وهنتمرن بالنسبة للناس المبتدئين 15 تكرار، بالنسبة للناس المتقدمين 30 تكرار. تابع معايا شكل التمرين. خامس تمرين معايا وهيكون بوش اب مع تبديل الرجل للبطن السفلي. تابع معايا شكل التمرين. احنا هنلعب بوش اب، هنعد بس للبوش اب 20 تكرار. بالنسبه لناس مبتدئين ممكن تبدا ب 10، ممكن تبدا ب 12، انما الليمت بتاعي 20 ان شاء الله. تابع معايا التمرين. وصلنا دلوقتي للتمرين السادس معايا وهو باستخدام الدمبلز. طبعا الدمبلز ده فيه من كيلو ل 10 كيلو متوفرين في المحلات الرياضيه. بنصح فيهم اي حد بيهتم بالتمارين المنزليه يشتريهم، سعرهم مناسب وطبعا صغيرين نقدر نلعب باي شيء حتى لو بكيلو واحد. تعلم شكل التمرين. احنا دلوقتي هنشغل عضله الدراع بايسبس مع عضله الكتف شولدر بريس. تابع معايا التمرين. طبعا هنعد 15 تكرار. 1 2 3 4 وهكذا بين اوصل ل 15 تكرار. وبكده انتهينا من تمريناتنا النهارده. كان معايا 6 حركات. طبعا الـ6 حركات دول انا اتمرنتهم ورا بعض بدون راحه،
بعدين باخد في الاخر 60 ثانيه راحه بالظبط. بكرر تاني 6 تمارين لمده 3 مرات. وبكده انتهيت من تمارين النهارده، وطبعا ان شاء الله في فقرات قادمه وهقدم لكم برضو حلقات عن التمارين المنزليه، انتظرونا ان شاء الله.